بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعظم الله اجورنا واجوركم بذكرى استشهاد سيدي ومولاي ابي عبد الله الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الكلمات الاخيره التي نطق بها صلوات الله وسلامه عليه او بالاحرى ما هي وصيته سلام الله عليه لشيعته ومواليه ومحبيه هذه الوصيه الوصيه الذهبيه نقرأها على اسماعكم حتى نستنير واياكم ببركات نور الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. حيث ورد في روايه عن زيد الشحام قال: قال لي الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اقرأ على من ترى من يطيعني، الظاهر ان الامام يقول هذه الوصيه ليست لكل احد بل فقط اولئك الذين يطيعونني عندما يسمعون كلامي. اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام وأوصيكم بتقوى الله الأمر الأول تقوى الله سبحانه وتعالى أي خشيته والخوف منه والخوف من عقابه تبارك وتعالى وهذه صفة أولى من صفات المؤمنين أنك تجعل الله نصب عينيك في كل فعل في كل حركة وسكنة ثم يقول وأوصيكم بالورع في دينكم أي أن تتجنبوا كل ما يسخط الله تبارك وتعالى وتمتنعوا الورع والامتناع والاجتناب عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ثم يقول الإمام الصادق سلام الله عليه والاجتهاد لله تبارك وتعالى أن الإنسان يخلص في عمله وتكون كل أعماله لله تبارك وتعالى. وأوصيكم بصدق الحديث وأداء الأمانة طبعا أداء الأمانة ليس فقط مبلغ من المال يسلمه شخص لك وترجعه أنت إلى ذلك الشخص لا الأمر أكبر من ذلك الصلاة التي نصليها أمانة لا بد أن نرجعها كما أمرنا الله تبارك وتعالى بها كذلك هذه النفس على سبيل المثال التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذه الأجساد لا بد أن نرجعها إلى الله سبحانه وتعالى راضية مرضية مطمئنة بقضاء الله وقدره فهي امانة اودعها الله ولا بد ان نرجع هذه الامانة الى الله امنة مطمئنة. كذلك القلب النفس كل ما كل نعمة نحن فيها اعزائي العافية من اعظم الامانات التي امنها الله سبحانه وتعالى نعمة العافية فهي امانة لا بد ان نتصرف فيها بما يرضي الله تبارك وتعالى وهكذا فالمعنى اوسع مما يتصوره الانسان. ثم يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: "وأوصيكم بطول السجود لله سبحانه وتعالى". وكما تعلمون أن أقرب ما يكون الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فيما إذا كان ساجداً. وهذه وصية جميلة من الإمام سلام الله عليه. يحاول أن يربطنا صلوات الله وسلامه عليه بالله وكيف يكون الارتباط؟ في الرواية أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى عندما يكون ساجدا وأوصيكم أيضا بحسن الجوار بحسن الجوار فبهذا جاء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وهذا أمر مهم جدا ليبين الإنسان أنه فعلا موالي لأهل البيت لابد أن يحسن إلى جاره ويتحمل أذية جاره ثم يقول الإمام سلام الله عليه أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يأمر باداء الخيط والمخياط شنو الخيط والمخياط هاي الابره هذا المخيط الابره الصغيره لو امنتها عندك يجب عليك ان تؤدي الامانه هذه من صفات الشيعة الموالين كذلك الخيط الخيط وما وما ارخص الخيط ايضا يجب على الانسان اذا امن على خيط يعني واستودع هذا الخيط يجب عليه ان يؤدي هذه الامانه ثم يقول الإمام صلوا عشائركم يعني الإنسان لابد أن يتواصل مع أهل بيته مع عشيرته مع الأقربين من أهل بيته صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم فالظروف الاعتيادية يجب على الإنسان وينبغي للإنسان الشيعي الموالي أن يمتثل لوصية الإمام سلام الله عليه ويجعل من نفسه بذلة لأهل بيته وعشيرته وأرحامه واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه هاي النتيجة إذا طبقنا كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيسرني ذلك الإمام يفرح من يشوف, من يشوف الشيعي الموالي المخلص قد اتصف بهذه الصفات الرائعة الكمالية الرائعة الإمام الصادق يفرح يقول فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور أنا أفرح من أشوف إنسان مطبق لهذه الوصايا يعني الشيعي قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا أنا أفرح يقول لي الإمام أنا أفرح بذلك فيسرني ذلك ويدخل علي من السرور ويقولون هذا ادب جعفر هكذا ادب جعفر شيعته. الامام يفرح يفتخر الامام بالشيعي المطبق لاخلاق الامام الصادق سلام الله عليه، يفتخر الامام بذلك وهذه صفه جميله ولكن يضيف الامام سلام الله عليه واذا كان على غير ذلك، يعني لو هو شيعي ولكنه يدعي ذلك زورا لا يمتثل باوامر الامام سلام الله عليه. وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره وقيل هذا أدب جَعْفَرٍ يعني هذا تربية تربية الإمام الصادق هي هاي باعه طبعا هاي من باب الشماتة بلي يقول أنا شيعي ولكن تجي إلى أفعاله تلاحظ ماذا تلاحظ عقيدة أخرى يعتقد بها للأسف الشديد وفي نسخة اخرى من وصيه اخرى للامام الصادق ايضا قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه يوصي ولده الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي فانك ان حفظتها تعيش سعيدا وتموت حميدا. الانسان الذي يطبق ويحفظ كلام الإمام سلام الله عليه ويعمل بكلام الإمام يعيش سعيدا ويموت حميدا يا بني من رضى أو من رضي بما قسم له استغنى كل إنسان أعزائي يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى من صحة من مال من جاه من وجاهة الله سبحانه وتعالى كأنما الرضا بما قسم الله يكون من أغنى الأغنياء كل من رضي بما قسم الله سبحانه وتعالى يكون غنيا، وبعد ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، الإنسان الذي يتتبع الناس ولا يرضى بما قسمه الله، بل دائما ينظر إلى من هو غيره، لاحظوا أعزائي كلام الإمام، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، لأنه لأن فعلا لو كان لابن آدم جبلين من ذهب لطلب ثالثا يعني لا يكتفي بما رزقه الله سبحانه وتعالى ثم يقول الإمام ومن لم يرضى بما قسمه الله له اتهم الله في قضائه كل إنسان لا يرضى بقضاء الله وقدره فكأنما نسب السوء إلى الله حاشاه تبارك وتعالى اتهم الله في قضائه فلا بد ان نرضى بما ياتي من الله كل شيء الصحه العافيه المال الجاه كل شيء ياتي من الله الحمد لله على كل حال ثم يقول الامام سلام الله عليه ومن استصغر زله نفسه استعظم زله غيره الى ان يقول يا بني يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته نعوذ بالله من ذلك الإنسان لابد أن يتصف بصفات حقيقة لابد أن يستر على الآخرين لابد أن يمتنع ويحجب نفسه عن كل ما يسيء إلى الآخرين لاحظوا كلام الإمام أعزائي قال يا بني من كشف حجاب غيره إن كشفت عورات بيته نعوذ بالله من ذلك من باب كما تدين تدان ومن سل سيف البغي قتل به كل إنسان يرفع السيف يريد أن يشق عصا المسلمين يقتل بهذا السيف ومن احتقر أو من احتفر لأخيه بئرا سقط فيها لاحظوا أعزائي كل من احتفر لأخيه بئرا وأراد أن يسقط أخيه في ذلك المأزق أو ذلك تلك الفتنة الله سبحانه وتعالى الإمام يقول سقط في تلك الفتنة واستحق الهلاك ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. لذلك يا أعزائي لابد للإنسان أن يجنب نفسه مداخل السوء. الأماكن التي تكون فيها شبهة على سبيل المثال، بعض الأماكن مشبوهة، بعض البيوتات مثلا مشبوهة، بعض الأماكن يدخلها الشبهة، الإنسان لابد أن يجنب نفسه من مداخل السوء. فالذي يجنب نفسه مداخل السوء يجتنب عن الاتهام، ثم يقول الامام سلام الله عليه ومن خالط العلماء وقر ومن دخل مداخل السوء اتهم، يا بني اياك ان تزري بالرجال فيزرى بك، واياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل، الى اخر وصيه الامام سلام الله هذا مختصر من كلام امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لشيعته وهنا يوجد كلام اخر اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا القليل ذخرا لنا ولكم في يوم الدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.